أنهى مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الأول الموجه لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمقدم من النواب وليد الطبطبائي، محمد المطير، وشعيب المويزري، فيما تمت الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الملفات الواردة في محاور الاستجواب. هذا ويناقش المجلس حاليا في جلسة سرية الاستجواب الثاني الموجه لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والمقدم من النائبين رياض العدساني والشعيب المويزري. ومن المقرر أيضا أن تشهد هذه الجلسة مناقشة الاستجواب الموجه لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت إلى مجلس الأمة الزميل نواف الشراكي. نواف، هل لك أن تطلعنا إلى آخر تطورات جلسة الاستجواب؟ نواف؟ في مجلس الأمة لتغطية الجلسة التكميلية للفصل التشريعي الحالي، وهي جلسة اليوم محددة لبند الاستجوابات. في جلسة اليوم بدأت على استجوابين مقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. الاستجواب الأول يتكون من 5 محاور ومقدمة من 3 نواب، الدكتور وليد الطبطبائي والنائب محمد براك المطير والنائب شعيب المويزري. وأيضا هناك استجواب آخر مقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، مقدم من النائبين رياض العساني والنائب شعيب المويزري. هذين الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء كانت هناك مناقشة حول سرية الاستجوابين، وبالفعل المجلس وافق على سرية الاستجوابين، ونحن لا نزال في هذه اللحظة في الاستجواب الثاني. وبعد الاستجواب الثاني راح يكون هناك أيضا استجواب مقدم إلى وبعد الاستجواب الثاني راح يكون هناك أيضا استجواب مقدم إلى معالي وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، وهذا الاستجواب مقدم من النائب شعيب المويزري. طبعا فيما حصل في الاستجواب الأول الذي انتهى، وهذا جاء على لسان النائب محمد هايف وأيضا النائب عبد الله فهد، الاستجواب انتهى بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد من محاور في الاستجوابات، وأن تكون هذه اللجنة تعطي تقريرها بصفة الاستجابة. نعم. نواف، هل تحدثنا يعني عن بقية البنود المدرجة في هذه الجلسة؟ ما هي التوقعات أيضا؟ والله بسام، بالنسبة للاستجواب الذي حاليا الآن هو الاستجواب الثاني لسمو رئيس مجلس الوزراء، وتعرف يعني يمكن هذا الاستجواب هناك جلسة سرية، فبالتالي كل ما نسمع من تصريحات من هنا وهناك لا يمكن أن نعلنها بالعلن إلا إذا كان هناك تصريح رسمي. جميل. من أي نائب من خلال المركز الإعلامي لمجلس الأمة، ولكن الاستجواب الحالي هو يتكون من محور واحد ويتكون حول السياسة العامة للحكومة. هذا ما لدينا في حتى هذه اللحظة بالنسبة للاستجواب في الجلسة السرية. ربما في استجواب المقدم لوزير الوزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، قد تكون الجلسة علنية. هذا الأمر يحدده المجلس بعد الانتهاء من الاستجواب الحالي. نعم. على أي حال، نواف الشراكي مراسلنا من أروقة مجلس الأمة، سوف نتواصل معك إن شاء الله في نشراتنا القادمة ليطلعنا على المزيد من هذه الجلسة. شكرا نواف.